السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا هذه القصة ستوري تايم. أوكي، بوب أند باسن ذا آيس كريمز، مثلجات. هاي الموطة مثلجات، موضوع المثلجات الموطة راح نشوف. يقول read the story and find out find اقرأ القصة وجد the answers الإجابة إلى هذه الأسئلة. Where was the tennis competition held؟ أين مسابقة التنس held عقدت، يعني صارت، وين أقيمت؟ أقيمت أين مسابقة التنس أقيمت؟ 2 Why did Bob get an ice cream؟ لماذا يعني أخذ يعني جاب حصل على الآيس كريم، على المثلجات؟ How many ice creams did Bob؟ كم عدد المثلجات اللي بوب اشتراها؟ كم عدد المثلجات اللي اشتراها؟ راح نشوف هسه. يقول لي on، شوي نعطيها زوم ونبلش. On Wednesday afternoon، on Wednesday afternoon، في يوم الأربعاء مساء. We had a surprise، كانت لدينا مفاجأة. Tomorrow we are all going to Southport. غدا نحن ذاهبون إلى هاي منطقة Southport. Southport في منطقة أستراليا. said road border، قال road border. There is a tennis competition، هنالك مسابقة تنس، لعبة تنس. It's a big event، إنه حدث كبير، حدث كبير. فتشي you'll see some of the best players in the world، أنت سوف ترى بعضا من أفضل اللاعبين في العالم. Who's playing؟ باسم asked Rod. من يلعب؟ من راح يلعب؟ باسم سأل رود. رود replied well هيتون. هذا هيتون. أجاب رود، قال له هيتون بلوت and خليل إبراهيم will be there. خليل إبراهيم راح يكونون هناك في اللاعبين. زين أوكي. At dinner، عند العشاء. At dinner that evening، عند العشاء ذلك المساء. عند العشاء ذلك المساء. Everyone talked about the tennis competition، الجميع تحدث عن مسابقة التنس. الجميع، everyone talked about the tennis competition، الجميع تحدث عن مسابقة التنس. باسم was very excited، باسم كان كلش متحمس. I used to watch a lot of tennis، أنا اعتدت أن أرى أو أشاهد الكثير من التنس، ألعاب التنس. It's my favorite sport، إنها رياضتي المفضلة. I said، أنا قلت. Game fourth set plaster، cried the referee. Game fourth set plaster، هذا طبعا the referee، قال هذا الريفري الحكم، قال game fourth set، اللعبة الجولة الرابعة. plaster okay، cry the reference، صح ال reference الحكم. the two players اللاعبان الاثنان. had been on the court، كانوا على الكورت. الكورت هنا تجي الملعب، هذا الكورت يسمى الملعب. هنا كورت تجي ملعب، نبات تجي محكمة، نبات تجي لها معاني أخرى، بس هنا تجي ملعب. For almost 3 hours، كانوا هناك لمدة 3 ساعات. It was very hot، كان الجو حارا جدا. And they both looked exhausted، والاثنين هم both وهم كلاهما looked، بدوا exhausted، منهكين exhausted. I felt exhausted too، وأنا شعرت بأني منهك أيضا. I'd like a break، إنني أرغب في break، في استراحة. I thought، أنا فكرت. أوكي، ننزل جوا. I decided to get an ice cream to cool down، أنا قررت to get في أن يعني أجيب، to get في الحصول على ice cream في مثلجات. to cool down لكي أبرد، cool down لكي حتى واحد يبرد شوية، التبريد يبرد نفسه شوية، الجو يخفف. Will you get me one, two؟ هل يمكنك أن تجلب لي واحدة أيضا؟ باسم asked، باسم طلب ذلك. And me، وأنا said Paul. Paul هم قال أنا واني هم أريد.
مي تو، وانا ايضا. ادز اي ديد هانز، هانز قال فروم بيهايند مي، من خلفي. Looks like you have a few ice creams to buy, Bob, said Rod. Looks like you have a few. يبدو أنك يعني لديك القليل من الآيس كي، لديك يعني شو نقول، قليل من الأموال، قليل من الأموال لكي تشتري يا بوب، said Rod. قال رود، since you are going، بما أنه since you are going، بما أنه أنت ذاهب، I'll have one too، أنا سوف تكون لدي يعني راح أتناول واحدة. He handed me some money، هو handed me، أعطاني بعض الأموال. I sighed and walked away، أنا تنهدت، sighed تنهدت، ظهر ما عنده فلوس كافية، لكن من انطى فلوس وارتاح. I sighed and walked away، ومضيت في طريقي بعيدا. I had to queue for a long time، كان يتوجب علي queue، أقف في الطابور، for a long time، لوقت طويل، to buy، لكي أشتري the ice creams، لكي أشتري المثلجات الموطى. I was worried، أنا كنت قلقا. I didn't want to miss the match، أنا لم أكن أريد أن أفقد أو يعني تفوتني الماتش، المباراة الماتش. I paid the ice cream seller and hurried back، أنا دفعت. I paid the ice cream seller، دفعت لي البائع، بائع مال الموطى. And hurried back، وأسرعت back عائدا. I looked for باسم، أنا بحثت عن باسم. And the others، والآخرين، بحثت عن باسم والآخرين. But I couldn't see them، ولكنني لم أراهم. The ice creams were beginning to melt، الآيس كريم الموطى المثلجات. Were beginning، بدأت. Beginning to melt، بدأت تذوب. Melt تذوب. Then I saw Rod، ثم أني رأيت رود. He was standing up، كان واقفا. Bob over there، Bob هناك. He shouted، هو صرخ، قال لي Bob هناك ترى. I climbed the steps، أنا تسلقت يعني تسلقت the steps، لدرجات. Steps درجات، يعني درجات مال فد سلم معين. Towards him، باتجاهه أو نحوه. Then بعد ذلك on the last step، ولا بعد ذلك في الدرجة الأخيرة، في الخطوة الأخيرة. I tripped، tripped يعني وقعت، تدحرجت. The ice cream flew into the air، ثم الآيس كريم يعني طارت في الهواء. They handed on Rod، ووقعت على Rod. Rod wiped the ice creams off، Rod ومسح الآيس كريم off his face، من على وجهه. He was smiling، وكان يبتسم. Next time I'd like to eat it، not wear it، في المرة القادمة إنني أحب أو أرغب في أكلها وليس لبسها، لأن هي وقعت على ملابسه. باسم was laughing، باسم كان يضحك. So was everyone else، وكذلك الجميع أيضا كانوا يضحكون أيضا. Why me، لماذا أنا، I said. Why me، لماذا أنا، I said، أنا قلت. لماذا أنا قلت. Why do these things، لماذا هذه الأشياء، always happen to me، لماذا هذه الأشياء دائما تحصل لي. أوكي أعزائي، باختصار لعبة تنس، قاعدين، صار الجو حار. أوكي، راح دا يجيب لهم موطة، من دا يرجع، من دا يرجع، بدأت تذوب، بدأت تموع الموطة، الدحرج منها اقتارت بالهواء وقعت عليهم. أوكي، وهاي أولها وهاي تاليها، انتهت القصة أعزائي. تقبلوا أطيب تحياتي، و لا والله قبل ما تتقبلوا أطيب تحياتي، خلينا نشوف بيها شيء هسه، هاي ما بيها شيء بالنسبة لهاي الأسئلة، بالنسبة لهاي الأسئلة. لحظات خليكم وياي أعزائي، هاي أعزائي بالنسبة وير، بس بالنسبة لحتى قبل ما ننهي الدرس نجيب على الأسئلة. وير واز ذا تنس كومبيتيشن هيلد، أين أقيمت مسابقة التنس؟ هاي الأجوبة أعزائي هنا، ساوث بورت، منطقة ساوث بورت. أوكي، تو Why did Bob get an ice cream؟ لماذا بوب ذهب حتى يحصل على الآيس كريم، حتى يجيب آيس كريم؟ ليش؟ شنو السبب؟ He was tired، هو كان متعب. Too hot، والجو كان حار جدا. And he wanted to cool down، وأراد أن يبرد نفسه. To cool down، شوية واحد يريح عن نفسه، يجيب موطة. Okay.
How many ice creams did Bob buy؟ كم عدد الموطة المثلجات اللي اشتراها بوب؟ ايش قد عددها؟ 5، عددها 5 خمسة. 1 for himself وحدة له، and 1 for each، واحد لكل من شنو؟ باسم وبول وهانز ورود. اوكي، فهذه اعزائي الأجوبة على هذه القصة. ننتقل اعزائي لكتاب النشاط. طبعا هذه القصة التايتل تكتبيل، الشخصيات، عن ماذا تتحدث، ليش انت حبيتها وليش ما حبيتها، عدو new words الكلمات الجديدة. هنا عندنا definitions، هذا مهم. read the definitions and match، اقرأ تعريفها ووصلها مع الكلمات في الاسفل. طبعا هاي something unexpected، شنو هذا شو اسمه، راح نخلي الاي، راح يكون surprise مفاجأة. stand in a line of people، يقف خط من الناس. queue طابور. where you play tennis، اين انت تلعب تنس. اوكي، كورت ملعب، وهكذا.